جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لمريض الأعصاب أو المصاب بأمراض النفسية كالاكتئاب والأعصاب وما أشبه ذلك، ما القول في حاله جزاكم الله خيرا؟ إذا احتاج إلى دواء، قصدك إذا احتاج إلى دواء؟ نعم، إذا احتاج إلى دواء فلا بأس أنه يتناول الدواء ويقضي هذا اليوم، يعني يعتبر من المرضى، المريض له الإفطار في نهار رمضان، يأخذ الدواء ويقضي الأيام الأخرى. مما يقال عن هذا المرض الأخير شيخ صالح أن الإنسان إذا امتنع عن المأكل والمشرب أن حالته تزداد سوءا، هل لكم من توجيه؟ نعم، يضطر إلى الأكل والشرب فإنه يعتبر مريضا، طيب يعتبر مريضا، طيب فيأكل ويشرب حتى تعود إليه حياته نعم وعقله نعم ويقضي من أيام الأخرى، لأنه مريض والمريض مباح له الإفطار.